تزامنا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، يأتي حوارنا مع معالي المحافظ اللواء الدكتور رضا فرحات، والذي تولى مهام عمله منذ 8 أشهر، إلا أنه اليوم له بصمة واضحة في الشارع القليوبي، كما أنه أيضا يحظى بحب واحترام نواب الشعب. خلال هذا الحوار معه نحاول فك طلاسم المشكلات الموجودة في شارع القليوبي، وأيضا الجهود المبذولة لحل تلك المشكلات. برحب بحضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في عين على البرلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم في محافظة القليوبية. أهلا بيك فندم، واشكركم يعني انكم شرفتوا محافظه القليوبيه في عيدها القومي. الله يخليك يا فندم. خلينا نسال حضرتك يا فندم مباشره عن اهم المشروعات اللي حضرتك حريص انك يعني تفتتحها وتكملها مع هذا العيد القومي اللي بتحتفل به محافظه القليوبيه. هو بدايه يعني اسمحوا لي في البدايه ان انا اهني اهالي ومواطني محافظه القليوبيه بالعيد القومي للمحافظه. والسنة دي احنا حاولنا ان احنا نخلي العيد القومي شكل جديد مختلف عن السنوات السابقة. يمكن بقالنا حوالي 4 أو 5 سنين ما فيش احتفالية بتبقى طول اليوم بتعيد للناس وتربط اذهان الناس بالعيد القومي للمحافظة، وبالتالي كنت حريص السنة دي ان يكون هناك احتفالية بدأت منذ الصباح الباكر بالعيد القومي حتى نهاية اليوم، عشان نحاول نخليها بشكل مختلف تجمع ما بين الاحتفال وما بين الإنجاز. الرسالة اللي كنت حابب أوجهها في الأول في المسيرة اللي بدأت من عند الاستاد ومرورا حتى نهاية مبنى ديوان المحافظة، ودي كانت بتجمع عدد من الشباب أعضاء مراكز الشباب في المحافظة، أعضاء الجوالة والكشافة، الزهرات بتوع المرشدات، لان انا عايز اقول للنشأ ده اللي ابتدى ينسى ان في حاجه اسمها عيد قومي للمحافظه وفي ارتباط بحاجه مهمه، وده النشأ اللي هو هيبني المحافظه بعد ما احنا نترك الرايه للاجيال اللي بعدنا. فالسنه دي عام 2016 عام الشباب اطلقه السيد الرئيس، وبالتالي كان من المهم ان احنا نعيد الانتماء ونعيد الارتباط للشباب بالمناسبات القوميه في المحافظات، فدول تشاركوا. وبعدين عملنا معاها مشاركة رمزية من قوات الشرطة والإسعاف وشركة المياه والصرف الصحي، كل المرافق اللي في المحافظة، عشان نقول احنا ايه الانجازات وايه المعدات اللي عندنا موجودة بشكل جميل. ثم عربات بسيطة للظهور، ما هيش عملية تجميلية، ولكن كل مركز حط على العربية بتاعته ابرز المنتجات اللي موجودة عنده او ابرز حاجة بيشتهر بيها، عشان الناس تفهم ان لما نقول عندنا مركز طوخ يبقى عندنا في زراعات، في منتجات البامبو، في الالبان، في مش عارف ايه، في عندنا صناعات في القناطر الخيرية. عملت عربية على شكل القناطر، بنقول ان العيد القومي للمحافظة كان 30/8 ذكرى افتتاح القناطر الخيرية في 1868. يبقى النهاردة الناس رجعت للاذهان، ثم اعقبوا بعض الافتتاحات البسيطة، والافتتاحات هتستمر طول شهر سبتمبر عشان نقدر نوفي حجم من المناسبات، يفضل الاحتفال مستمر. فامبارح افتتحنا محطة مياه بتكلفة 10 مليون جنيه، افتتحنا تطوير بنها شارع سعد زغلول مرورا عشان نعمله اتجاه واحد بتكلفة حوالي برضو 8 مليون جنيه، ثم المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة حوالي برضو 8 مليون جنيه، يعني بنقول 16 مليون جنيه عشان نقدر نخلي بنها من المحافظات اللي فيها الاتجاه الواحد ونحقق السيولة المرورية. افتتحنا حمام سباحة بتاع نادي بنها، وده يعتبر حمام السباحة حاليا الوحيد في مدينة بنها بتكلفة حوالي قرابت على 5 مليون جنيه. حجم الأطفال والناس اللي كانوا موجودين في الحمام، يعني أنا اتفاجئت إن في بداية افتتاحه عندهم 900 عضو بيدرب أولاده على السباحة، وبالتالي إحنا بنعيد برضو علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يبقى إحنا عايزين ننهض بالشباب ونخليه الافتتاحات مستمرة. عندنا يوم السبت القادم السيد وزير التعليم هيشرفنا نفتتح بعض المدارس، عندنا السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة هنفتتح عدد آخر من محطات المية والصرف الصحي، وهنحط حجر الأساس لشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي.
عندنا السيد وزير الصحة برضو في وحدات صحية في حلابة وبعض الأماكن، واستقبال شبين القناطر بتكلفة كبيرة جدا. يعني الاحتفالات أعتقد أنها تمتد بعد العيد، هنفتتح مجموعة من مصانع وظيفتك جنب بيتك، ودي اللي أنا بقول عليها يعني هتيجي في سياق الكلام ان احنا نتكلم عليها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية للشباب في عام 2016 اللي هو عام الشباب. توفيق ان شاء الله فندم. خليني كمان اسال حضرتك، يعني وحضرتك بتشرح لنا العيد القومي لمحافظة القليوبيه بيتواكب مع تاريخ انشاء القناطر الخيرية، الا ان القناطر الخيرية في حد ذاتها تعاني يعني من مشاكل كتيرة، وانه كان في عهد المحافظ السابق يعني حديث مطول عن تطوير مشروع القناطر الخيرية. لماذا توقف هذا المشروع، وهل يمكن فتح الحديث مرة أخرى عن تطوير القناطر الخيرية؟ القناطر الخيرية يمكن أنا أول ما جيت المحافظة كانت ليا زيارة، أول زيارة ليا خارج مدينة بنها كانت 2 يناير، كانت للقناطر الخيرية. القناطر الخيرية رغم أن عندنا حدائق على مساحة 600 فدان تقريبا مشتركة ما بين أملاك الري والزراعة والمحافظة، عندنا فيها حاجات أثرية، عندنا فيها القناطر نفسها بحجمها بضخامتها بالنهضة الحديثة بتاعت محمد علي. وبالتالي النهاردة كان مهم جدا ان احنا اول حاجة اعملها ان انا احاول استكمل مسيرة السيد المحافظ الاسبق، لما سمعت عن ان هو كان اتكلم على ان في خطة لتطوير القناطر. حقيقة القناطر مشكلتها انها معتمدة على سياحة الحدائق وسياحة اليوم الواحد، اللي هو بنقول السياحة البسيطة اللي ممكن ما تجذبش المستثمر، وبالتالي بيحجم عدد من المستثمرين عن استثمار اموالهم، لان العائد بتاعها مردودها على حجم التكاليف اللي هتتم على المشروع هتبقى كبيرة بالمقارنة للعائد الاستثماري اللي هيعود عليه. مفيش حد بيحط استثمارات الا اذا كان عارف مردودها الايجابي عليه اولا من الناحيه الماليه والاقتصاديه عليه. وبالتالي كان يجب علينا ان نعيد دراسه هذا المشروع، وعملنا دراسات تاني عليه لمده 3 شهور كانت بتتمحور او بتدور حول كيفيه تعظيم الفرص الاستثماريه داخل مدينه القناطر. كان ليا زياره مع السيد وزير الاثار، عندنا هناك المحلج الاثري، وده من سنة 1900 كان أكبر محلج أثري، أكبر محلج لحلج الأقطان من سنة 1902 المكان فيه، وبحالته موجود يعني مازال، والشركات موجودة بره. جه السيد وزير الآثار شافه في 3 فلل أثرية المحافظة اشتريتها من سنة 2009 حفاظا على التراث الأثري بحوالي 34 مليون. حرم المحلج مساحة أرض تابعة لشركة دلتا الحلج الأقطان وغير مستغل. فكان هناك رؤية أن احنا هذا المحلج مع يعاد تطويره وتأهيله كأثر ويبقى متحف للحضارة الصناعية، مع حاجة للصوت والضوء في حرم الآثار اللي هي الأرض بتاعت شركة دلتا، مع 3 فلل يعملوا، وده باصص على النيل على فرع دمياط. ثم هناك حدائق منطقة الشاليهات اللي موجودة اللي بتملكها المحافظة، بتملك فيها حوالي 6 أفدنة، منطقة مهملة بقالها أكتر من 15-20 سنة، المفروض إن دي على النيل على طول على الفرع الثاني للنيل، وإطلالة جميلة جدا ساحرة على القناطر ونهر النيل. هذه المنطقة يعني حاطينها دراسة إن احنا نعمل فيها مجموعة من الألعاب الترفيهية مع كافيهات، معمول تجاري مع خدمات، ولكن يظل المشكلة كيف تجذب المستثمر. هناك هو بقى النقطة، عندنا حدائق وزارة الري موجودة، عندنا متاحف وزارة الري، عندنا القناطر نفسها فيها أبراج برجين تبع الآثار ممكن نستغلهم لهواة الرسم والتصوير. المتاحف دي للنشأ والأطفال والناس اللي عايزة نحول القناطر قاعة مؤتمرات، يبقى عندنا القناطر ممكن تتحول عشان تعظم الفرص الاستثمارية إلى حاجة أثرية، مع حاجة ثقافية بالنسبة للمتاحف، مع حاجة أنك ممكن تعمل سياحة المؤتمرات، ممكن تعمل كمان اختصار الطريق القناطر، ممكن رحلة نيلية تيجي في 35 دقيقة من حلوان لغاية القناطر، ودي موجودة في كل دول العالم.
فاللي عايز يجي بالطريق النيل يستمتع بنهر النيل، ثم ينزل في عندنا في منطقة الشاليهات، ثم ممكن نعمل حاجة لكبار السن في المنطقة دي زي دار لكبار المسنين، ممكن نعمل حاجة لذوي انا بقول القدرات الخاصة مش ذوي الاحتياجات الخاصة، نعمل لهم حاجة هناك كمكان في منطقة خلابة، وفي برضو حاجات ثقافية وتاريخية، عندنا مكتبة الهلال الأحمر، عندنا حاجات كتير جدا. فبالتالي عرضت هذه الفرص الاستثمارية بشكل جديد تاني على مجموعة من المستثمرين، الحمد لله لغاية دلوقتي عندنا عرضين، ويمكن في القريب العاجل يعلن عن أحدهم. يعني الفكرة لاقت قبولا لدى أحد المستثمرين، وكان عندي من أسبوعين شاف الوضع الطبيعي، ويمكن أول مرة أعلنها من البرنامج عند حضرتك. نحن يعني نأمل إن شاء الله نحن نفاضل ما بين العروض المقدمة لدينا، ونبدأ في الانطلاق للقناطر نحو قناطر خيرية. أضيف حاجة أخيرة، أن أنا بعمل طريق جديد للقناطر يوازي الطريق البري بتاعها عشان أعظم الفرصة، ده استثماراته 57 مليون جنيه، يعني كان عبارة عن ترع بنغطيها، صرفت عليها 17 مليون من الموارد الذاتية للمحافظة، وبرضه بدعم من خارج الخطة من الدكتور أشرف العربي، وبالتالي النهارده الطريق ده تكلفته 57 مليون، هيدينا إنك تنزل من الطريق الدائري تدخل على القناطر، يبقى عندنا نهر النيل وعندنا طريق بري جديد. إن شاء الله هذا سيساعد المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في مدينة الأمطار. أتمنى طبعاً إن شاء الله. اسمح لنا فندم برضو، وإحنا بنتكلم لسه في العيد القومي للمحافظة، هذا العيد يأتي هذا العام ومحافظة القليوبية بدون 4 رؤساء مدن، متى يعني يتم تعيين رؤساء هذه المدن، ولماذا تأخر الإعلان عن رؤساء هذه المدن؟ هي مش بدون رؤساء مدن، هي هناك نظام في قانون الإدارة المحلية بيختص تعيين رؤساء الوحدات المحلية للمدن والسكرتيري العموم والسكرتيري العام المساعد من اختصاص السيد وزير التنمية المحلية، ويمكن حضراتكم تعلموا أن هناك مسابقة تم الإعلان عنها ويجري عليها حاليا المراحل النهائية لبدء شغل الوظائف، ومتقدم لها عدد وأجروا الاختبارات، وبالتالي أن تشغل الوظيفة بندب، الوظيفة قائمة وموجودة وبيشغلها في قائم بالعمل، قائم بالعمل بيدير العمل، وفي وحدتين محليتين اللي هم يمكن شبين القناطر والخصوص، أليوب جنة حد من الإدارة المحلية، حي شرق شبرا الخيمة جنة من فترة عيننا فيها حد، مدينة شبرا الخيمة لسه محتاجة رئيس مدينة هيجي في الوظيفة، يعني في مدينة شبرا الخيمة فيها حي شرق وحي غرب وفي رئيس مدينة كمان موجود فيها نظرا لحجمها، وبالتالي احنا في انتظار الإعلان، ومتفق أنا مع معالي السيد الدكتور الوزير أحمد زكي بدر على الأماكن التي تحتاج إلى دعم من خارج المحافظة، وأنا بفضل أن يكون هناك شغل لهذه الوظائف بأشخاص يعني جدد قد يكون لديهم قدرات أفضل أو لديهم رؤى أفضل. طب اسمح لي فندم، يعني لماذا المسابقة؟ دي شروط القانون، يعني قانون كل التعيينات في الحكومة لابد أن تتم عبر إعلان وفقا للقانون. يعني هل يتم التقدم لشغل هذه الأماكن من خلال العاملين في الأجهزة المحلية؟ كل من يشغل الوظيفة سواء ندب أو شغلها حاليا بيعيد التقديم للترشيح للوظيفة أو وظيفة أعلى. يعني ما احنا عندنا رؤساء مدن مقدمين على وظيفة سكرتير عام مساعد. التقييم بيتم مركزيا من خلال الإدارة المحلية، لكن السيد وزير التنميه المحليه، ويعني انا حابب اشكره ان هو بيراجعني وبيسال لي مثلا، يقول لي مين محتاجه، مين اللي محتاج تستمر، مين اللي ممكن نغيره، مين اللي ممكن نجيبه، فهناك تنسيق ما بين المحافظ والسيد وزير التنميه المحليه في هذا الصدد. طب خلينا فيلم اسال حضرتك كمان عن محافظه القليوبيه، المحافظه الاولى التي اعلنت عن مبادره وظيفتك جنب بيتك، متى سيخرج نتاج هذا او هذه المبادره الى النور؟ هو خرج مش لسه هيخرج. طب كلمنا عنه فندم. هحكي لك بقى. هو هذا المشروع انا قلت ده وظيفتك جنب بيتك، هي فكره من المجلس التخصصي الاقتصادي للسيد رئيس الجمهوريه دكتور عبد اللطيف،
وشارك معاها مشاركة مجتمعية في بدايتها سيادة النائب نائب كفر شكر النائب خالد يوسف. وكانت من الفكرة من فترة حوالي سنة قبل ما اجي، ايام فترة تولي المحافظ الاسبق المهندس محمد عبد الظاهر، ولكنها لم كانت يعني صدر قرارات تخصيص لبعض المناطق، وكانت مجرد انها مفيش اجراءات تنفيذية تمت فيها بالنسبة للإعلان عنها، كيف الإعلان عنها، كيفية اختيار الشباب، كيفية إدارتهم لتلك المصانع. الفكرة كلها قائمة على أن احنا بنختار قطع أراضي جوه الكرة على مساحات صغيرة 1000 متر، يتبني عليها مبنى بالهنجر. ال 13 مصنع اللي اخترناهم كمرحلة أولى في 11 وحدة قروية، 11 قرية يعني، كبداية لليوبية نموذج للمحافظات التانية إذا نجحت عندنا ممكن تعمم بهذا الشكل. المحافظة بتتحمل الأرض موجودة والمبنى، الشباب بيتملكوا الآلات اللي هي دي مصانع ملابس جاهزة على فكرة. الآلات بيتملكوها بقرض بسيط 5% من البنك الأهلي، خدوه يعني، ودي بتعليمات برضو من السيد رئيس الجمهورية بتخفيض العائد القروض للشباب تشجيعا للصناعات الصغيرة، وأن يكون هناك صغار مستثمرين ونخلق جيلا جديدا من المستثمرين الصغار. يعني هي الفكرة كيف تؤهل الشباب لقيادة البلد، فلابد أن يتدرب في مشروعات صغيرة، ثم نخلق فرص عمل. المصنع ده الأربع شباب بيتملكوا الآلات، وفرص عمل في كل مصنع 200 فرصة عمل مباشرة، ويمكن 100 زيها غير مباشرة من نفس القرية والوحدات القروية المجاورة لها. هل في غير اختلاف بين نواب القائمة ونواب الفردي فيما يتعلق بالاهتمام بمشاكل المواطنين؟ ما اعتقدش، يعني احنا انا ما اعرفش، يعني بقول لك ما حسيتش حتى ان انا عندي نواب قايمه ونواب فردي من اول ما جيت. ليه؟ لان انا ما بنزل مركز هم 4 نواب، هم الاربع نواب معايا، 5 نواب هم الخمس نواب معايا، قايمه فردي ما تفرقش معايا، لكن بحس ان هم بيتحركوا معايا كتله واحده. ليه؟ لان احنا مصلحتنا في الاخر، ما هو هقول لحضرتك حاجه، وانا لما انزل منطقه واحل فيها مشكله سواء انا حلتها او النائب اللي حلها، هو نجاح لمين؟ نجاح للمحافظ ونجاح للنائب. في الاخر انا وصلت للقصه اللي انا عايز اقولها لحضرتك، ان المواطن اصبح راضيا عن ادائي وعن اداء النائب. فالمصلحه على فكره الموضوع زي ما قلت علاقه، يعني علاقه تشاركيه لا تخل بالدور الرقابي للبرلمان او لمجلس النواب، ولا تخل بالسلطات التنفيذي. انا بمارس سلطاتي وهو بيمارس سلطاته، ولكن في الاخر بنلتقي في هدف واحد هو رضاء المواطن. اسمح لي معالي المحافظ، يعني الى الان ومنذ سنوات ضحايا العمارات اللي عملوا بعد كده على خلفيتها مخيمات في مركز شباب بهتيم، الى الان لم يقترب منها اي مسؤول. مخيمات اصبحت موجوده في مركز شباب بهتيم، لا اتحلت المشكله دي خلاص. ايه اللي حصل فيها في حضرتك؟ يعني دي حاجه كمان، يعني انا بحب ان انا انسب الناس للموضوع ده من ايام المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ الاسبق، وهو كان يمكن انا اللي فتحت العمارات، لكن هو اللي كان بدا الموضوع ده في 3 عمارات ونص، ونص دي عشان احنا عاملين فرن تحت العماره الرابعه، يعني مش احنا نبني نص عماره يعني، لكن هي تحتها عاملين مخبز للمنطقه، يعني بحيث ان يبقى في مكون ومحلات وبتاع. فعندنا 3 عمارات دولت مولوا بتمويل مشترك، احنا خدنا النص عماره والصندوق تطوير العشوائيات على قد فلوس، وصندوق تطوير العشوائيات خد ال3 عمارات، وكان معانا الدكتور احمد درويش، ونقلنا فيهم دلوقتي الناس الحالات المستحقه يمكن من حوالي 15 يوم، واللي كانوا موجودين في سواء في دار الإيواء في شرق شبرا أو غرب شبرا، وابتدينا برضو دار الإيواء بقى فضيت فيها أماكن، فبنسكن بقى الحالات المستحقة الباقية.
وبنبني في اماكن تانية. يعني في مكان دلوقتي في المنطقه دي في عماره، مكان العماره مضيت بروتوكول مع الدكتور احمد درويش ان احنا نبني العماره الرابعه. اسمح لي يا فندم، الحالات المستحقه اللي ما زالت موجوده الى الان ولم تتمكن من الشقق؟ لا، احنا بنقول الحالات المستحقه احنا بحثنا، في حالات غير مستحقه قد تكون لسه موجوده بس هي غير مستحقه. فدي ليها وضع تاني بقى، بنتفاهم معاهم ان انتم مش مستحقين. يعني واحد عنده بيت ملك، واحد عنده ارض ومصر يدخل في المنطقه، فاحنا الموضوع ده ليه اصله بيبقى له ابعاد كتيره. وبعدين برضو احنا العمارات اللي احنا بنيناها دي ما عملناهاش تمليك، لكن كل الحالات بس انا يعني عايز اتاكد كل الحالات المستحقه تم استيعابها. سكنت واستاذ وزير الاسكان يمكن يعني احنا سكناهم، وكنت موجود معاهم انا والدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، واستاذ وزير الاسكان هيجي بنفسه يعني برضه يشوف العمارات على الطبيعه ويقعد مع الناس، ويعني ان شاء الله يعني نبقى احسن. وخلي بالك في يعني توجيه سياده الرئيس في هذا الاطار ان المناطق غير الامنه اللي هي الدرجه الاولى، ما احنا عندنا تصنيف في المناطق العشوائيه ثلاث مناطق، مناطق امنه من الدرجه الاولى، غير امنه من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. احنا عندنا في القليوبيه 13 منطقه غير امنه في العشوائيات، بس مرحله ثانيه فنوجد لهم حلول، لكن المرحله الاولى ان شاء الله في خلال سنتين هتخلص. وعاملين خطط لتطوير العشوائيات. احنا بنعاني بقى في القليوبيه من نقص الاراضي، ولذلك ابتدينا دلوقتي نلجا لان احنا نعمل استبدال معاهات الاوقاف، ناخد من الزراعه يعني نشوف اماكن عشان نقدر نستوعب الحالات اللي عندنا. اسمح لي المحافظ، القليوبيه كان لها السبق في كشف فساد القمح، لاي مدى بعض المسؤولين التنفيذيين في المحافظه كانوا متورطين في مساله فساد القمح او في هذه المسألة التي أثيرت بشكل واسع في البرلمان؟ لا، هو اللي كشف القضية التموين عندنا وكيل وزارة التموين، فيعني هم اللي كان ليهم دور مع مباحث التموين وكلموني وقالوا لي احنا عندنا موضوع كذا كذا، في بنشكل لجنة عشان نطابق ما تم توريده مع نهاية إقفال آخر يوم نشوفه. نزلوا هناك وكانت معاهم مباحث تموين، والقضيه بدات من القليوبيه يعني، وانا وقفت في ظهرهم والسيد مدير الامن كان معايا واستمرينا في القضيه ومشيت والنيابه خدت اجراءاتها. طبعا نقول ان اللجان اللي كانت موجوده بتستلم القمح فيها ناس تنفيذيين طبعا، ما دولت اتحبسوا وعوقبوا يعني، لكن الفساد موجود. لكن انا بشكر وكيل وزاره التموين الاستاذ جمال السيد، يعني الراجل يحسب له ان هذا يكون اخر عمل يختم بيه خدمته وطالع معاش كمان يومين، فيعني يكون اخر حاجه ليه. وانا جبتهم هنا عندي في المكتب وهم ومدير مباحث القليوبيه وظباط مباحث التموين، وكرمتهم واديتهم شهادات تقدير تقديرا للدور اللي عملوه في هذا القضيه. يا فندم، حضرتك استعنت بالجيش لفتح بعض المحاور والطرق في محافظة القليوبية، تحديدا شارع 23 يوليو في حي شبرا الخيمة شرق، وده طبعا كان من خلال مبادرة حلوة بلدي. كيف تضمن عدم عودة الـ يعني التعديات على هذه الشوارع مرة أخرى، خاصة مع مافيا التعديات اللي بتتزايد بشكل ملحوظ في بعض الأماكن؟ يعني اولا مبادره حلوه بلدي، نشكر مؤسسه الاخبار اليوم ونشكر القوات المسلحه ونشكر الشرطه معانا، مديريه الامن والاجهزه طبعا المعاونه ليا والاجهزه التنفيذيه ان هم شاركوا معانا في هذه المبادره. مبادره كانت بدايتها طبعا لو تعلموا انها كان اسبوع ابتديناه، وكان بشكل جميل جدا، وكان معانا الشباب والجواله، وكان في اعمال نظافه مع اعمال تجميل للاماكن وجداريات، وحاجه كان بنحاول نقول خلالها يعني ان احنا ممكن يا جماعه ننظف بلدنا. يعني المبادره كان بنقول حلوه يا بلدي بينا كلنا، فاشترك فيها شباب وسيدات وكبار السن والاوقاف والازهر. التقينا ان الموضوع ده عمل نوع من الحراك المجتمعي، وجالنا دعم من رجال الاعمال وجالنا دعم من المجتمع ودعم من الشباب اشتركوا معانا، واطفال صغيرين. يعني انا بقول لك يعني كان عندنا في طوخ اطفال اللي هم
الكشافة أطفال صغيرين جدا وماسك الفرشة بالبوية ويعني صعبوا عليها جدا واقفين في الشمس بيشتغلوا، ولكن كان هذا هو من باب أن يشعر الجميع أن بلدهم يجب أن يتم تنظيفها بأيديهم. ولما جينا نمتد بقى في المبادرة بعد كده والقوات المسلحة جالها تكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد القائد العام أن يشتركوا مع المحافظات، حبيت أغير شكل بالنسبة لنا في القليوبية. يعني احنا شغالين في النظافة وفي أمور بتمشي فيها، ولكن أنا كنت محتاج أن الإشغال والتعدي على الشارع حق للمواطن، وبالتالي أن تزيل هذا التعدي بيعمل راحة نفسية عند المواطن. فابتديت أشوف بعض المناطق التي كان يصعب فيها أن نتعامل إحنا لوحدنا فيها، وكانت محتاجة دراسات أمنية كبيرة جدا عشان ننزل فيها. ويمكن أنا حاولت أول ما جيت في شارع 23 يوليو في شهر مارس، وفتحنا أنا عايز أقول لك يعني بالسياسة قلنا لهم نفتح جزء، طب بلاش تقفل الشارع كله، طب ولكن استجابوا لمدة أسبوع ورجعوا. فلقيت ان الموضوع الشارع ما يعديش فيه غير يا اما توك توك يا اما عربيه صغيره ولا يسمح بدخول سياره مطاف. الشارع ده كيلو و600 متر مبني فيه يعني محلات طالعه بانيه في الشارع، احنا استعنا بدقاق عشان نكسر الخرسانات اللي معموله، والنهارده انا بعيد تاهيله ورصفه وحوله المحور. ده كان طريق بهتيم مسترد القديم اتقفل، ما بنخلق محور مرور جديد شارع 14 متر بنفتحه بنرصفه النهارده، شغالين فيه اعمال رصف بتكلفه حوالي 1,700,000 جنيه عشان يعاد تاهيله تاني، وبننقل المرافق ونفتحه كمحور مروري، وبالتالي المحور المروري لما يتفتح هيضمن الى حد كبير عدم اعاده شغله. الحاجه الثانيه انه كان هناك سرقات تيار كهربي في هذا المكان بسرقات فجه، وبالتالي هذه السرقة تأتي من الدعم اللي الدولة بتدفعه للمواطن البسيط بيروح لغير مستحق، فبالتالي كان لابد من مواجهة تلك الظاهرة. فدخلنا 23 يوليو وشرق السكة الحديد وشارع الشابوري ومنطقة شارع ناصر، ودخلنا على الترعة في أبو المنجة على حرم الري. اسمعنا فيهم، هناك مخاوف من المواطنين من مشروع أجريوم مسترد، مصنع أجريوم مسترد. البعض بيتحدث عن تأثيراته السلبية على البيئة، هناك بعض المخاوف على صحة المواطنين من هذا المشروع. كيف ترى هذا المشروع وتأثيراته البيئية تحديدا في شبرا القيمة وعلى ترعة الإسماعيلية؟ مفيش أجريوم. أجريوم دي شركة خالص لا علاقة لها بالقليوبية ومتوافقة بيئيا وشغالة في منطقة تانية، ولكن هما الناس كان حصل زوبعة في فترة من الفترات فالناس بتقول أجريوم لكن هو مش أجريوم، هو تبع إحدى الشركات باستثمارات مالية عالية جدا. يمكن حضرتك أقول لحضرتك حاجة بالمناسبة، يعني أنت بتسأل السؤال، وكان في لجنة كان السيد وزير البيئة حاضر لجنة من في مجلس النواب باعتبار البرنامج بتاعكم يمس هذا الموضوع النواب، ولجنة البيئة والطاقة اتفقت انها تيجي تعمل زيارة للمنطقة. بس انا احب اطمن الناس ان احنا وزارة البيئة حط 14 اشتراط بيئي لهذا المصنع. مصنع طبعا وزارة البترول معاها باستثمارات يعني عالية، هيوفر لنا انتاج كبير جدا في مجال الطاقة وهيخفف عبء كتير جدا علينا. الى الان لم تتقدم الشركة للمحافظة بالحصول على رخصة التشغيل، وأنا أعلنت وقلت لن أمنح رخصة التشغيل إلا إذا تأكدت من التوافق البيئي، وكنت متفقا مع السيد وزير البيئة أن نتجه سويا مع السيد وزير البترول قبل أن نمنح رخصة التشغيل ونعقد مؤتمرا جماهيريا شعبيا بحضور جميع السادة النواب في الموقع، ونعلن ما تم فيه ونكشف كل ما يصار حول هذا الموضوع. إلا أن ما جه طلب أو سؤال في مجلس النواب من 3-4 أيام فقلنا فرصة ودعيت اللجنة بالكامل إن شاء الله تيجي تحددوا موعد، وهيكون موجود السيد وزير البيئة وهيكون موجود أنا والسيد وزير البيئة. إيه هي أصلا الاشتراطات البيئية المطلوبة للمشروع؟ هي أهم حاجة. بص شوف، خلينا أولا
عشان ما ادخلش في ال 14، لان طبعا لو انا عايز كنت اذاكر قبل ما اقعد معاك احفظهم ال 14. لكن هو اهم نقطتين لاثيره، انه سيتم صرف ناتج هذا المصنع او المياه بتاعته في ترعه الاسماعيليه، وانا بقول لك قولا واحدا قطعا هذا لن يحدث. هي دوره مغلقه بتسحب الميه ولا يتم اعاده صرفها في ترعه الاسماعيليه، وبتستخدم جوه المصنع كدوره مغلقه بشكل تاني ويتم صرفها صناعيا بعيدا عن ترعه الاسماعيليه. فهذا الموضوع منتهي قولا واحدا، لان احنا الميه دي احنا بنشرب منها كلنا. ويمكن اقول لحضرتك انا كنت في سيرياقوس في الوحده الصحيه وقالوا لي الميه، قلت لهم افتحوا الحنفيه، فتحوا وشربوا. لو انا خايف على نفسي ما كنتش شربت، فتحت الحنفيه وشربت قدامهم في عياده السنان في الوحده الصحيه. وقبل كده في البرادعه شربت من الكوز، جابوا لي واحد راح كده والله ما اعرفه جاب لي كوز وشربت منه. وفي اي حته انا يعني احنا نتاكد تماما ان هناك هكلمك برضو على الميه والصرف الصحي عشان ما تفتكرش ان انا بدي صوره ان الميه زي الفل والدنيا ده حلوه. لا انا واضح وصريح في هذا الموضوع، لكن بقول لك انا يعني الناس، انا مش هاذي الناس ولا هسمح كمحافظ ولا هقبل على نفسي ان انا يلصق بيا وانا في محافظا للقليوبيه ان سمحت باي تلوث بيئي في المنطقه. النقطه الثانيه هي الانبعاثات اللي بتطلع، الانبعاثات دي بتركب وحدات قياس والبيئه بتدي اشتراطات ونسب مسموحه بيها وبيتم قياسها بصفه مستمره. طب واحنا بنتكلم يا فندم على المتعارف عليه انه مصنع اجريوم مستورد او مشكله، لا مفيش اجريوم، مفيش اجريوم بس المتعارف يعني مشكله مكامير الفحم في القليوبيه، رؤيه حضرتك لها وطبيعه التعامل معها بتجري على اي اسس؟ المكامير من المشاكل المزمنه في محافظه القليوبيه وبعض المحافظات المجاوره لينا يعني، وملوثة للبيئة بشكل غير طبيعي. صحيح. ويمكن حضرتك لو معدي بالسيارة بتاعتك من المنطقة وفي حرق أو في انبعاثات طالعة منها يمكن ما تقدرش تفتح، فما بالك بالناس المقيمين في المنطقة. وبالتالي كان لابد من إيجاد أولا البديل، الحل، عشان ما تيجي تتعامل مع المكامير لابد أن توجد حلول. وكان برضو الإشكالية أن هناك لابد أن يحصل توافق أو يحدث توافق ما بين الوزارات كلها حول ما هي الاشتراطات. أو أول حاجة وزارة البيئة، السيد وزير البيئة مشكورا، قعدنا يمكن أنا قعدت معاه حوالي 4 أعداد في موضوع المكامير ده، 4 جلسات. وكان حاضر معنا ممثلين لوزارة الزراعة والري وهيئة التنمية الصناعية، و واتفقنا على نموذج بيئي معين ان احنا نعمله يعتمد. وشكلنا لجان مفوضه بمخوله من الاختصاص برئاسه المحافظ او السكرتير العام، هتبدا عملها من اول اجتماع يبقى بكره او بعده، عشان هنغلق مكامير الفحم لمده 3 شهور تزامنا مع موسم السحابه السوداء، وبالتالي نديهم فرصه. وقفنا التصدير كمان، مفيش تصاريح تصدير لمده 3 شهور. اللي عايز يجي يوفق اوضاعه، اعتمدنا لهم 4 نماذج وزاره البيئه اعتمدته، يروح يجيب القياس بتاعهم والتوافق البيئي بتاعهم على نموذج تصنيف اسمه تصنيف به بيئه، يجيبه ويقدمه للجنه، في خلال 15 يوم يتم الموافقه على طلبه انه يركب المقموره بالشكل اللي هي معتمده بيئيا. دي اولا الاشتراطات اللي حطيناها هتقلل عدد المكامير اللي موجوده طبيعي، لان في ناس مش هينطبق عليهم اشتراطات المسافه او اشتراطات الـ نفسها، او مش هيقدر يوفق مكان. دي نمره واحد. نمره اتنين هتقلل الانبعاثات او تكاد انها تنعدم، وبالتالي هيبقى في الفتره اللي جايه نقول في ال3 شهور الجايين حلول لمشكله المكامير جوهريه. حضرتك كمان يا فندم واحنا بنتكلم عن قضايا البيئه في القليوبيه، حضرتك كنت اعلنت عن منظومه جديده لمكافحه مشاكل القمامه والانتهاء منها بطرق اقتصاديه. ايه تفاصيل هذه المبادره يعني؟ احنا عندنا اولا كيفيه التخلص من القمامه عندنا. اولا انا عندي مدفن وليس يعني مش نقولش مدفن نقول مقلب
للقمامة في منطقة أبو زعبة. ده مدفن أو مقلب محكوم، ويتم تجميع كل القمامة بتاعت الأليوية فيه. هذا الموقع أصبح حاليا لا يصلح أن يكون مكان لتجميع القمامة، وبالتالي كان لابد من البحث عن موقع آخر. لما جيت محافظ اكتشفت أن هناك قرارا جمهوريا من سنة 2010 بتخصيص أرض في الظهير الصحراوي في بلبيس، اللي هو الظهير الصحراوي لمحافظة الأليوبية، كمدفن لمحافظة القاهرة، مدفن صحي بقى لمحافظة القاهرة والأليوبية مشترك على مساحة، كل واحد ياخد نسبة فيه، وتحت إشراف وزارة البيئة. لما جينا نفعل هذا القرار، طب ليه واقف من 2010 لغاية لما أنا جيت في في نهاية 2015؟ أنا 26/12/2015، يعني قارب على 5 سنوات. ابتدينا نحيي هذا الموضوع، ابتديت ألتقي بالسيد وزير البيئة، اتكلمنا فيه. طب المهم الأرض دي دخلت في مدينة العبور الجديدة، خدنا أرض جديدة وخصص لنا 65 فدان كبديل ننشئ فيه مدفن صحي ومصنع لتدوير القمامة، وبالتالي احنا بنشتغل في هذا المنظومة. عندنا شبرا الخيمة يمكن تمثل التحدي الأكبر لأي محافظ يجي في الأليوبية، لأن حجم السكان فيها كبير، كبير صحيح. الخارج بتاعها حوالي 2500 طن يوميا، يعني نص قمامة المحافظة بتخرج من شبرا الخيمة، بالإضافة لحوالي ما يقرب من 1000 طن رطش ومخلفات منازل اللي هي شبرا الخيمة. شبرا الخيمة. طب واحنا بنتكلم فيما عن شبرا الخيمة، أوضاع المستشفيات العامة في شبرا الخيمة تشهد حالة من التردي، وتشهد حالة ربما من يعني المشكلات التي يعاني منها أيضا الناس في شبرا الخيمة. يعني كيف تنظر إلى أوضاع المستشفيات العامة على وجه التحديد في شبرا الخيمة؟ احنا شبرا الخيمة طبعا مش شبرا الخيمة بس، احنا عندنا مشاكل، يعني خلينا نكون اكثر صراحة، عندنا مشاكل في قطاع الصحة، في المستشفيات، عندنا مشاكل في المدارس، في الكثافات، مشاكل كتير جدا، تراكمات سنوات سابقة بنحاول نشتغل. يعني ممكن تعلم ان انا عندي 5 مستشفيات مركزية مهدودة دلوقتي، ودخلة تطوير شامل بيخلص في مدة ما بين سنة وسنة ونص. طب انا الخدمه الصحيه اللي كانت في المستشفيات دي هوديها فين؟ وداخل عليا كمان مستشفى طوخ هوديها فين؟ فبضطر اضغط الخدمه الصحيه في بعض مراكز الطبيه او مراكز طب الاسره، فهذا بيؤثر على الخدمه. على شبرا الخيمه عندنا مستشفى ابو المنجة هتتفتح ان شاء الله، خلاص خلص التطوير هتتفتح. عندنا المستشفيات كلها الخمسة بنهاية 2016 ونص 2017 5 مستشفيات جداد هيدخلوا الخدمة. مستشفى التأمين الصحي هنا في بنها، ودي بتمثل تحدي كبير جدا، يعني أنا جيت لقيت فيها مشاكل كتير جدا، حلينا جزء منها وبقينا مشكلة باشتراطات. حضرتك كنت في زيارة لمستشفى ناصر العام إبراهيم بيك، وكنت شكلت لجنة لمتابعة المستشفى وكتابة تقرير يعرض على حضرتك بأمر هذه المستشفى، نتاج إهمال لمست حضرتك في هذه الزيارة؟ هي لا، كان في لجنة من المتابعة. أنا يعني هل هذه اللجنة يعني باشرت عملها؟ طبعا. هل هذه اللجنة فقط ستكون يعني قاصرة في عملها، او يعني موكل اليها فقط النظر الى مستشفى ناصر العام، ولا باقي المستشفيات؟ لا، احنا مش ناصر العام بس، احنا عندنا بص يعني يمكن انا كان ليا، يعني انا لما جيت غيرت وكيل وزاره الصحه وجبت وكيل وزاره الصحه جديد من ابناء الاليوبيه، وراجل لديه من الخبرات الجيده ومتعاون جدا ومتحرك ومتواجد بصفه دايمه معانا في المحافظه، فحاولنا ان احنا في الفتره اللي فاتت نعيد تأهيل بعض المراكز الخدمية. يعني كان عندنا 17 مستشفى تكاملية. مستشفى التكامل دي لو حضرتك تفتكرها كانت مراكز فيها جراحة وفيها عمليات وغرف عمليات، فجأة أغلقت وتحولت إلى مراكز طب أسرة بقرار من أحد السادة وزراء الصحة من فترة، يعني قبل 2010 يعني. وبناء على كده أصبح عندك دور أرضي في 5-6 أوض مشغولين، وصرح دورين أوض حوالي مثلا ممكن تشيل 80 سرير، غرفة عمليات. عملنا دراسة، وقعدت برضو عشان تبقى عارف، قعدنا مع النواب كلهم
بتوع المحافظه اللي عندهم في نطاقهم ال 17 مستشفى، ونشوف كل منطقه ايه اللي محتاجاه. لما اجي اقول مثلا مستشفى التكامل بتاعت 100 كمان دي هننقل فيها مستشفى طوخ بالكامل ونشغلها لغايه لما نطور مستشفى طوخ، ثم نترك فيها الاجهزه والالات والحاجات اللي بتنقل تتحول الى مستشفى بقى مركزي صغير في 100 كنانة يخدم بقى القرى اللي حواليه. ومستشفى طوخ هتتفرش من اول وجديد. 17 مستشفى تكاملي النهارده هندخل، يمكن ابتدينا الاسبوع ده، الجلسه دي كانت من حوالي 15 يوم. هندخل لهم خدمات الاخصائي، هنعمل جراحه يوم واحد اذا كنا نقدر ندعمها بحضانات، نقدر ندعمها بوحدات غسيل كلى. عندنا مشاركه مجتمعيه يمكن بكره ولا بعده في خلال الثلاث ايام الجايين، وحده غسيل كلى كبيره جدا في مستشفى شبين الانطر بالدعم المجتمع. عندنا في طحنوب مستشفى التكامل في طحنوب استغلناها، اتعمل فيها حضانات واتعمل فيها غسيل كلوي بتبرع من اهالي طحنوب. طب خليني برضه فنان معلش استطرد مع حضرتك عن شبرا الخيمه، ازمه الصرف الصحي الى اي مدى يعني يتم العمل على الانتهاء منها في شبرا الخيمه تحديدا؟ لا الصرف الصحي في شبرا الخيمه هياخد وقت. ليه؟ لان اقول لحضرتك حاجه، يعني قد ايه الوقت فن؟ لا احنا بنتكلم في ممكن سنتين ثلاثه. لان احنا اولا شبرا الخيمه مشكلتها انها لصيقه بمحافظه القاهره ولا تتمتع بخدمات محافظه القاهره. يعني المواطن الشبراوي بيعقد مقارنه ما بين سكان القاهره وهو بيقول لك انا ميتي بتروح للقاهره وانا ما باخدش ميه زيها، انا عندي مشاكل في الصرف الصحي وجنبي القاهره ما فيهاش مشاكل بهذا الحجم. كان عندنا اشكاليه ان شبرا الخيمه تبع شركه القاهره للصرف الصحي لمياه الشرب والصرف الصحي، وانا بقيه القليوبيه تبع شركه القليوبيه لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي كان عندي اشكاليه ان انا اتعامل مع شركتين. فيمكن من حوالي شهرين قعدت جبت المهندس بتعليماتي يعني برضو من وتعاون كامل من المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان، وجبنا المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه وقيادات الشركه القابضه في القاهره والقليوبيه، وقعدت في شبرا نناقش مشاكل شبرا خاصه بعد المشكله الكبيره جدا اللي حصلت لنا كمان في يعني اعقابها مشكله كبيره جدا في رمضان في منطقه بجام ومنطقه منشيه عبد الناصر اللي هي ام بيومي سابقا سميناها منشيه عبد الناصر، حصل فيها طفح وصرف صحي واستعنت انا بالقوات المسلحه ونزلت فيها عشان نقدر نعالج. فعندنا الشبكات متهالكه ولكن عملنا لها خطه احلال. مبدئيا اعتمدنا 17 مليون جنيه خطه عاجله ان احنا نشوف المناطق المتهالكه والمناطق اللي كانت بتسبب مشاكل نعملها. محطه رفع بجام في خلال 6 شهور كان مدتها لسه قدامها سنه عشان يتم تطويرها بالكامل ونرفع كفائتها، ضغطنا المده ل6 شهور. عايز اطمن حضرتك ان احنا على الرغم من كده محافظه القليوبيه وصلنا دلوقتي في تغطيه المحافظه بالشبكه الصرف الصحي الى 42% او 43%. اسمعنا يا فندم، شكل التعديات على النيل بقى عامل ازاي داخل محافظه القليوبيه؟ وبتتعاملوا معاه ازاي؟ يعني لما بيحصل تعديات دلوقتي على نهر النيل كيف يتم التعامل مع هذا الامر؟ التعديات حاليا الى حد كبير على نهر النيل لا يعني تراجعت كلها قديمه. وبنتعامل معاه، وفي يعني قرار من السيد وزير الري بان احنا نبدا نتعامل، وابتدينا نزيل بعض التعديات في القناطر، وابتدينا نزيل في ابو المنجه في شبرا الخيمه، يعني شغالين فيها تدريجي. بس طبعا الحملات دي بتطلع عشان لازم يكون في تامين من الشرطه فبتاخد دورها معانا. لكن الجديد احنا دلوقتي يعني اقول لحضرتك التعديات على الارض الزراعيه لما جيت كانت نسبه التنفيذ على التعديات على الارض الزراعيه 17%، النهارده وصلنا 58% او 59% نسبه تنفيذ على الارض الزراعيه. لان انا بقول لهم المخالفه وهي بتبدا الحق قبل ما يكبر ويعلى بثلاث اربع ادوار وبعدين يبدا يسكن وبعدين يبدا يقول لك انا مش هقدر انفذ عليه واجيب ويشوف لي مكان ليه. لا في الاول هو لسه طالع بالارض، وابتديت اصدر الطوب الابيض اللي بيستخدم في عمليه البناء، بنصدر معدات وبطلعها بغرامه كبيره جدا، يعني بنفرض عليها رسم بغرامه كبيره جدا. يعني العربيه او الخلاطه او البتاع اللي بتتمسك او اللودر بيطلع بمبلغ
يعني صاحبه يفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما يبدأ تاني. سمعنا يا فندم ايه حكاية بقى ميدان الكفار في بنها اللي شغل الناس خلال يومين اللي فاتوا دول على السوشيال ميديا؟ والله انا مش حابب اتكلم في هذا الموضوع يعني، لكن مدام سألت نجاوب. يعني هي بص اللي احنا بنطور بنها كلها، ولكن جامعة بنها عرضت علينا انها تطور الميدان اللي امام نفق شعراوي يعني. وجانا احد السادة الاساتذة من كلية الهندسة وقال احنا ممكن نجيب تمثال من هيئة الاثار، بيعملوا هم اللي بيعملوا هيئة الاثار مش احنا يعني، بيعملوا نسخة للميادين والكلام ده بفلوس يعني بنشتريه، واشترينا فعلا الجامعة اشتريته من هيئة الاثار لتمثال لتحتمس، ده تحتمس الثالث احد قادة الفراعنة. اتفاجئت ان حد اطلق، واعتقد يعني انها اطلاقة يعني لها هدف معين بدون الخوض في التفاصيل. نحن هل احنا وصلنا ان احنا هنرتد للكفار يعني؟ هو ده؟ طب ما في رمسيس وفي بنعمل معبد وبنعمل متحف للاثار الفرعونيه والكلام ده، لكن هي اختيار الميدان نفسه. طب انا لو شلت ده وحطيت اي تمثال لاي شخص قد يكون عليه برضو خلاف يعني، احط اي رمز لاي رموز، لو حطيت تمثال لاحد الزعماء اللي على خلاف معاه يقول لك ده اشمعنى ده، طب ما حطيتش رفلين ليه؟ لو حطيت احد الرموز الادبيه يقول لك اشمعنى ده، طب وده علاقته ايه بالقليوبيه؟ لو حطيت لحد من ابناء القليوبيه، وعندي طبعا من العظماء في شيء محير يعني في مدينه في محافظه القليوبيه من العظماء والادباء، عندنا جمال حمدان وعندنا حسنين هيكل وعندنا غيرهم وغيرهم وغيرهم، طب لو حطيت لواحد فيهم المعارضين ليه هيقول لك اشمعنى ده؟ فهندخل في دايره. فالجامعه قالت نجيب حد من حاجه فرعونيه تدي شكل للميدان، ولسه كان هيتعمل نافوره حواليها ومش عارف ايه وبتاع. وحاليا انا بفكر يعني اشوف بس حجم هذا الموضوع بهذا الشكل والزخم اللي واخده، بنشوف برضه يعني. انا ما بحبش اشتغل بمنقع عن الراي العام ولا عن الكلام، اذا كان هذه الدعوه لها من الحجية ولها من القوة ولها من الإقناع أن أقتنع أنا كمسؤول وجامعة بنها تقتنع معايا بهذا الكلام، نشيله مفيش مشكلة. لكن البديل نحط حاجة بديلة مفيش مشكلة، لا لن يفسد يعني. دايما بقول أن الخلاف في الرأي لا يفسد لود القضية، ولكن دعونا دايما نرجع نقول إحنا بنبني وبنعلم أجيالنا أن نتحضر ونتقدم، فلا نرتد إلى صحيح. ما قبل. إحنا لا لينا علاقة بالكفار ولا لينا علاقة أكيد طبعًا، وكلنا مسلمين. وكلنا قبل ما نجري الحر كنت حضرتك بتصلي الظهر. وأي تمثال موجود إذا كنا هندخل في حتة التماثيل ما يعني خلاص. طب أخيرًا يا فندم في نهاية هذا الحوار أيضًا أريد أن أستفسر من حضرتك عن الطريق الحر، طريق القاهرة بنها، مسؤوليتك في هذا الطريق، المساهمة التي تقوم بها محافظة القليوبية، خصوصا أننا نعلم أن هذا الطريق يقوم بتنفيذه الجيش بالتعاون مع وزارة النقل. متى ستستلم المحافظة هذا المشروع؟ هو الطريق الحر شبرا بنها ده بيجي من عند الطريق الدائري قبل المنزل الحالي بحوالي، منزل القليوب اللي هو الحالي بحوالي كيلو شوية أو 2 كيلو، بيخترق الارض الزراعيه لمسافه 40 كيلو متر، هيبقى 8 حارات، في 41 عمل هندسي كباري و 31 نفق بيخترقوا هذا الطريق في المساحه اللي في المسافه اللي هي ال 40، يعني 71 عمل هندسي. وكان الطريق ده بتنفذه وزاره النقل لوحدها، 4 شركات، القوات المسلحه مش فيه، وزاره النقل، الهيئه العامه للطرق والكباري. من اول ما جينا كان في بعض، لقينا في مشاكل لنزع الملكيات، ابتدينا نتعامل معاها. الطريق كله كان مسلم للشركات، كان في بعض تاخير في نقل مجموعه من المرافق تتمثل في خطوط الضغط العالي وضغط الجهد المنخفض والجهد المتوسط وبعض المراوي والمساقي الخاصه، مشاكل خاصه بخطوط الغاز. وبالتالي لما جه تولى
لما تولى المنصب الدكتور جلال السعيد اتصل بيا وقال لي عايزين نقعد في هذا الموضوع. احنا اجتمعنا عنده في وزاره النقل وحطينا خطه عمل. النهارده اقدر اقول لحضرتك ان احنا ذللنا كل المشاكل. يمكن احب اشكر الدكتور جلال السعيد انه بعت لي جواب شكر حتى من 3 ايام عن طريق السيد وزير التنميه المحليه، بشكر جهود المحافظه على انها ساعدته في حل المشاكل اللي كانت موجوده في هذا الطريق. ان شاء الله ان شاء الله. انا بتوقع هو طبعا السر في موعد الافتتاح مع دكتور جلال، ولكن اتوقع ان هو هيكون في يناير ان شاء الله افتتاح الرسمي بتاعه في احتفالات يناير، ويفتتحه سياده الرئيس لان استثماراته تتعدى تدخل في 3 مليار. وبعدين ده هيعمل نقله خطيره جدا، ان هو كمان هيطلعك لغايه بنها ويربط مع الطريق الدائري الاقليمي اللي جاي من عن طريق الاسماعيليه رايح لغايه طريق مدينه السادات على الطريق الصحراوي مصر اسكندريه. فهيعمل نقله غير طبيعيه برضو، ده بتقوم بيه وزاره النقل. وكان عندنا مشكله في قريه بئيره في بعض البيوت وذللناها واذلنا التعديات اللي موجوده، وحاليا برضو اعتقد ان هيتزامن افتتاح الطريقين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله نامل ان ده هيعمل نقله وتخفيف للعبء المروري على محافظه القليوبيه بشكل جيد جدا. دكتور رضا، حضرتك تود اضافه اي شيء لنا في هذا الحوار؟ يعني في النهايه انا بشكر اهل القليوبيه ومواطني القليوبيه ان هم بيساعدوني، والمشاركه المجتمعيه من رجال الاعمال والشعبيين والتنفيذيين، وطبعا باعتبار البرنامج بتاعكم يمس بالقدر الاول الساده اعضاء مجلس النواب، انا حابب ان انا اوجه لهم رساله شكر وتقدير على جهدهم معايا ودعمهم الكامل ليا في المحافظه وفي كل مشاكل المحافظه. وبقول اتمنى ان انا في الفتره الثمان شهور اللي فاتت اكون حققت رضا للمواطن ورضا عن ادائي، واكون عملت حاجه كويسه، واقدر ان انا بعد ما امشي من محافظه القليوبيه اقول ان انا عملت حاجه لمحافظه القليوبيه تستحق ان انا افخر بيها بعد ما اتقاعد عن العمل ان شاء الله. اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبيه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الحوار. الف شكر يا فندم. ولمشاهدي عين على البرلمان، اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.